السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيماء من قناتكم الدرس الجيرند اند انفينيتيف، اللي كنظن انه اول درس في المقرر ديال اللغة الانجليزية. نبداو على بركة الله. هاد الدرس كنت اقترحت عليا، كنظن في واحد اللايف، وقلت نبدا به هو الاولاني، بما انه واحد الدرس راح بسيط وسهل بزاف بزاف، خصو غير شوية ديال التركيز وشوية الحفاظ. انا اقول لكم لاش ونبداو. بسم الله. جيرند جيرند كيفاش كيكون؟ كيكون الفعل زائد اي ان جي زائد اي ان و جي. فهو بحال مثلا درت لكم مثال هنا، سويم كترجع سويمينغ، هذا هو. ولكن يقدر يكون ناون مثلا وزيدو اي ان جي، مثلا بحال شوب رجع شوبينغ، يعني هو الاسم. اوكي، دابا غادي نسهلكم شويه هاد الماموريه ديال الجيرند انفينيتيف. كيفاش؟ الا بغيتي تعرف فوقاش دير جيرند، فوقاش تستخدم جيرند، فوقاش تجاوب بجيرند، يعني اللي هو اي ان جي في الاخر ديال الفيرب ولا اخر الاسم، عندكم واحد المجموعه ديال الافعال الفيربس اللي خصكم تحفظوهم. عشان هادشي قلت لكم خصكم شويه الحفاظه، خصكم تحفظوهم باش نهار الامتحان غير تشوفوا مباشره غادي تجاوب اي ان جي. اللي هما هاد الفيربس هما admit deny avoid consider enjoy finish regret suggest remember imagine mind give up. مثال: متى نهار الامتحان عطاوك I admit، هي admit كاينة في هذه المجموعة اللي قلت لكم عاد قريت عليكم عاد دابا. المهم I admit عطاوك فراغ ياك، وعطاوك بين قوسين break الverb break the phone. انت غادي تفكر غتكون حافظ الافعال اللي كيكونوا اللي كنستخدموهم حنا قبل جيرند، يعني اللي تقدر تلقاهم قبل جيرند ونيشان مباشره تجاوب. غتقول انا يا حفظتهم داك النهار، هاد الفيرب هذاك كيكون في الجمله اللي كيكون اللي نقدر نستخدم نجاوب بهم جيرند. واخا نيشان مباشره عدير اي ان جي، اي ادميت breaking the phone. واخا كاينه حاجه اخرى من غير الباب تقدر تلقى في الجمله اللي عطيتوك نهار الامتحان، عطيتوك واحد العباره، العبارات اللي تقدر تستخدم معهم جيرند. واخا شنو هما هاد العبارات؟ كاينه هما can't stand can't resist can't help be used to، كاينه feel like look forward it's not used apologize for complain about be fond of be keen of. واخا كيفاش نهار الامتحان مثلا نتوك الجمله هذه I can't stand توك فرح watch horror film movies ولا فيلم شنو ما كان. انت مباشره غتكون حافظ هذه العبارات اللي عطيتهم لك، مباشره غادي تجاوب ب اي ان جي، غتقول هذه العباره هذه خصها تكون معاها اي ان جي. واخا حنا تاينا بجيرند، طبعا كيما لاحظتوا ساهل، خصكم غير شويه الحفاظات تحفظوا هاد العبارات هادو هاد الافعال هادو غير تلقاهم في الجمله مباشره غادي تجاوب باي ان جي مباشره ما تفكرش. ندوزو دابا الانفينيتيف. الفورم ديالها كتكون سهله تو تي او زائد الفعل، هادي تو زائد الفعل to eat كاين to dance كاين to swim كاين to jump كاين بزاف الافعال. غتقولي انت فوقاش نعرف راسي انني عندي هاد تو زائد الفيرب اللي هو الانفينيتي، فوقاش عنديها، فوقاش نجاوب بيها، كيفاش نعرف نجاوب؟ اقول لك جواب سهل جدا. عاوتاني كاينه واحد المجموعه ديال الافعال يمكن لك تحفظهم باش مي تلقاهم في الجمله مباشره بلا تفكير، بلا ما تفكر جوج مرات مباشره غتجاوب الانفينيتيف اللي هو تو زائد الفيرب. شنو هما هاد الافعال؟ هي agree ask afford expect manage promise promise عفوا need neglect hope plan want decide refuse pretend. هادو اللي معروفين كثر. المهم مثلا نهار الامتحان عطاوك هاد العباره هادي وقال لك عمر الفراغ، عندك I want فراغ
be a doctor. ثلاث فقرات تقول want من الأفعال اللي كيكونوا قبل infinitive. إذا مباشرة ما غاديش تفكر، ما غادي تفكر جوج مرات، غادير to be، ليش؟ عند to زائد الفعل. حاجة أخرى، غادي نطرح لك واحد السؤال في بالك، اللي هو واش يمكننا نستخدمو واش كاينه شي افعال يمكننا نستخدمو معاهم جيرند و انفينيتيف، يعني يكون الجواب صحيح سواء استخدمتي جيرند ولا انفينيتيف، سواء جبتي اي ان جي ولا درتي تو زائد الفيرب. غادي نقول لك كاينه، ولكن حتى هما عندهم عيب، عندهم واحد الافعال لي باغ اللي خصك تحفظهم باش تعرف انه يمكنك تستخدمهم بجوج، يعني يمكن لك تجاوب اما بجيرند اما انفينيتيف. شنو هما هاد الافعال؟ انا نقول لك دابا هاد الافعال هما begin continue start try like love prefer and hate. واخا سيدي، مثلا الى نهار الامتحان عطاوك هاد الجمله هادي I begin طوق فراغ understand this lesson. هاد begin هادي قلنا، قلت لك عاد دابا قلت لك انك يمكن لك تستخدم معاها يا اما جيرند اند انفينيتيف، يعني الا لقيتيها في الجمله مكتوبه بيجين في الجمله ما كيهمكش، بغيتي تجاوب جيرند صحيح، بغيتي تجاوب انفينيتيف حتى هي صحيح. يعني بغيتي تقول اي بيجين تو اندرستاند ذيس ليسن، انت استخدمتي انفينيتيف غتعتبر صحيحه نهار الامتحان. اولا بغيتي تجاوب بجيرند اللي هي غتكون اي بيجين understanding this lesson، فهي تعتبر صحيحة 100%. الحاجة الوحيدة اللي خصك دير باش تعرف تجاوب وانك تحفظ ديك الافعال اللي تصلكم. هذا هو الدرس ديال الجيرند اند انفينيتيف، نتمنى يكون نفعتكم ونكون تفهمتم من عندي. كان عندكم شي تفسير مرحبا في التعليقات، عاودوا حتى التعليقات وجاوبوني. كان عندكم شي اقتراح مرحبا. كنقول لكم شكرا بزاف، وكنتمنى تكونوا فهمتوا، والله ينجحكم كاملين.